يطمح الناس لإجراءات تجميلية تكون قليلة الألم والمضاعفات، قليلة التكاليف والأسرع في عملية الشفاء، وهو شيء له قيمة خاصة لدى مراكز وعيادات التجميل. هذا ما يمكن أن يقدمه إجراء شد الوجه بالخيوط. مع التقدم في العمر تبدأ أعراض ترهل الجلد بسبب الجاذبية تظهر بشكل واضح على خط الفك السفلي. واحد من المفاتيح لحتى نقدر ناخذ تريتمنت صح هو انه نقيم بشكل صحيح وجه المريض او المريضه، ونحدد كيف الخطه راح تكون باجراء التريتمنت واي انواع من الخيوط راح نستخدم لحتى نضمن انه راح ناخذ نتيجه كويسه. الانسجه الداعمه للخدين تترهل، يتم فقدان دهون الوجه التي كانت يوما تساعد في شده واعطائه مظهرا شابا. اجراء شد الوجه بالخيوط اكتسب شعبية كبيرة منذ التسعينيات عندما بدأت الأنظار تتجه إليه كوسيلة بديلة عن الجراحات التقليدية المؤلمة لشد الوجه. تتنوع أنواع الخيوط المستخدمة في إجراءات شد الوجه، نتحدث أكثر عن هذه الخيوط مع الدكتورة طبعاً شدن. دكتورة، هل الأنواع تختلف من منطقة إلى منطقة في الوجه؟ تختلف، ممكن استخدامها بعدة مناطق، بس لازم نحكي شوي عن اختلاف المادة. أول شيء بدنا نوضح شغلة، شد الوجه الغير جراحي باستخدام الخيوط كله بيعتمد على خيوط بتدوب بالوش، تمام؟ نعم. ولذلك بعد فترة بتتراوح بين أحياناً 4 أشهر ل 12 شهر ما بيعود في أي أثر للخيط ضمن الجلد، وهي نقطة كتير هامة. يبقى فقط المريض. النتيجة بيبقى فقط النتيجة اللي هو الكولاجين الجديد اللي بناه مادة الخيط. أول خيط رح هذا الخيط أول خيط رح نحكي عليه اللي هو المصنوع من مادة البوليلاكتيك أسيد. إذا منقرب على الخيط، إذا بتشوفي أنت الخيط هو عبارة عن خيط اللي هو الجزء الصافي هذا، زائد أنه في عنا هون مثل عقد صغيرة ومخاريط، تمام؟ اللي بنعمله نحن لما بنحط هذا الخيط ومنشد، طبعا ما بنشد بشكل كتير كبير، ولكن بنشد المنطقة، نحن بنخلي خلايا الجسم تتجمع حول هاي المخاريط وعلى مسار الخيط كاملا، وبالتالي هاي المادة عندها قدرة أثناء ذوبانها ضمن الجلد إنه هي تخلي الأنسجة تشكل كولاجين جديد ضمن الجلد، واللي هو بعاكس مبدأ الأيجينج. نحن بالأيجينج نخسر كولاجين، نحن اللي هلأ عم نعمله تماماً العكس، نحن عم نبني كولاجين جديد. طبعاً هذا الخيط بنحط للرقبة، بنحط للوش، بنحط للجسم لحتى نحسن من مناطق معينة مثل الثديين، أحيانا بنحط حتى على الفخذين، ولكن بيحتاج بقى هنيك لكميات أكبر بكثير لحتى نحصل على النتيجة يلي نحن بدنا إياها. سؤال دكتورة، طول الخيط يختلف أيضا ولا هو واحد؟ لا، الطول واحد، اللي بيختلف وهي نقطة كثير مهمة هو عدد المخاريط اللي موجودة. لما بيكون بدنا نعمل منطقة أكبر أو لفت أكثر نستخدم خيط فيه مخاريط أكبر، لأنه لما بيكون أكثر لما بيكون فيه مخاريط أكثر معناتها كولاجين أكثر. النوع الثاني هو كمان البوليدوكسينون. طبعا هون اذا نحن بنشوف الخيط رح طلع لك اياه من الامام. الخيط هون هو ما بيجي خيط ساده، بيجي انه له نوتشز، له مثل امتدادات صغيره، هو مصنع بهي الطريقه لانه هاي الامتدادات تنغرس بقلب النسيج كمان وبتحرض كل المنطقه على انه تشكل الياف اكبر. الهدف من كل هالعمليه كل ما قدرنا نخلي النسيج يعمل تيشوز اكثر كل ما كانت النتيجه افضل. هذا الخيط هو خيط ناعم جدا، اذا بنشوف ما في له اي نوتشز، تمام؟ هذا نستخدمه باي منطقه بدنا نعمل نسيج جديد بدون ما نكون عم نركز على موضوع الشد. يعني كثير من الاشخاص بيجونا مو بس الفكره هي ترهل الجلد الموجود، بنحس انه النسيج ضاع، بنحس انه الجلد صار ضئيل، تمام؟ هون بهالحاله تماما سماكة الجلد، بهالحاله لما نستخدم هون عدد كبير من الخيوط جنب بعض، نحطهم مثل بشكل عمودي على بعضهم البعض، نتورك شبكة، بنقدر انه نخلي هالمنطقة تصير اغنى بالنسيج، وبالتالي بتساعدنا حتى بمرحلة لاحقة انه نعمل عملية الشد.
بدأت أولى إجراءات التجميل المستخدمة للخيوط فعلياً في أوروبا، وفي عام 2005 وافقت هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA عليه كأحد الطرق غير المؤلمة وغير التقليدية للتخلص من ترهل الوجه. تطور هذا الإجراء كثيراً ومر بمراحل تحسنت فيه أيضاً نوعية الخيوط المستخدمة، وبات الآن واحداً من أكثر إجراءات التجميل شيوعاً بين صفوف النساء والرجال، ولم يعد يقتصر على الفك السفلي، بل أصبح هناك خيوط تستخدم لتحت العين وللجبين وشد الحواجب، إضافة لأماكن أخرى في الجسم. إجراء شد الوجه بالخيوط يحتاج تقريباً إلى ساعة، من 45 دقيقة إلى ساعة، ولكن النتائج تظهر بعد الشهر الأول من هذا الإجراء، صحيح دكتورة؟ صحيح. نحن هلأ اللي منشوفه منشوف فرق، منشوف هو الشد الفيزيائي من وضع الخيط بالمنطقة، ممكن نشوف مثلاً كمان وزمة نتيجة محل ما حطينا، محل ما خدرنا، ولكن أنا بقول دائماً للمريضة التقييم الحقيقة بيكون بعد شهر، لأنه ما بدنا ننسى نحن الآلية اللي عم نشتغل من خلالها هي إنه نرجع نشكل الكولاجين بالمنطقة، وهذا بيستغرق على الأقل شهر. نحن هاي النتيجة بتضل عم تتحسن لعدة أشهر بعد الإجراء، بعد ما نوصل تقريباً 8 أشهر لسنة بيبلش المفعول يتراجع تدريجياً، مو بسبب إنه الإفكت تبع الخيط راح، لا، بسبب إن نحن أوريدي ماشيين على الإيجينج بروسيس، يعني التغيرات اللي بتصير عنا بسبب التقدم بالسن شغالة أونغوين. نحن عكسناها، هلأ عملنا دفشة لورا لحتى نصغر بالسن، ولكن عملية تقدم السن مستمرة. لذلك أنا بنصح دائما المريضة كل تقريبا سنة لسنة ونص إذا كنا عالجنا المنطقة اللي هاممتنا نرجع نعملها إعادة تقييم، إذا شفناها بحاجة ممكن نرجع نكرر.